روح الله عليك. موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج الطريق للقمه، الحلقه الكم؟ الحلقه 14 حلقه عشان نوصل تشامبيون للاسف يعني. فقبل ما ابدا مقطع، اللي يبغى يشتري اغراض من روكت ليج عندكم موقع روكت ليج اكستشينج، الرابط في الوصف. ولا تنسوا كود في اس ال راح يخصم لك في الموقع 3% وراح يفيدني مرة راح يفيدني. فالكريدت عندهم أرخص من اللعبة، فيعني ضبطوا وضعكم واشتروا اللعبة إذا موجود شيء في اللعبة. كود الايتم شوب في اس ال، ادخل الايتم شوب، اضغط R2، حط في اس ال. اوكي هذا وشو؟ نوت باد والله فكرتها رهيبة، انه اهتزاز زي كذا. اللي يبغى يشتري مثل هذه الاغراض حط كود في اس ال فوق اليمين وبس، العافية عليك الاغراض مقدما يعني. فخلونا ندخل، ما ان اخر شيء وصلنا له اللي هو تشامبيون 1 ديفيجن 1. فخلونا ندخل الحين، ويا رب يا كريم نطلع لنا ناس يعرفون يلعبون يا رب، لان اخر مره لعبت بال شو اسمه ال 1 في 1 كان لعبي الله لكم عليه يعني. اللي شاف المقطع الاخير حق من الصفر يفهم وش اقصد. ال 1 في 1 يعني مختلفه مره. خوينا وينه؟ افك اوكي، وش بيسوي يعني؟ والله ما ادري خوينا ايش كان يسوي جد. شوت حلوه يا ساتر. تكفى يسار، الله عليك. الله شكرا، قلت لك تكفى شوت عشان ما يقعد يلخم. انا بشوت ما بشايت، قلت له على طول تكفى شوت راح الكوره على طول. هذا اللي فاهم دائما تخسر تسوي كذا يعني. توني داخل تشامبيون لازم اني اسوي ذا حركات شباب. وناس وات سيف، والله يطيرون طيران كويس صراحة. يو جريت باس، والله الشوتة جت جامدة زي تنقيشة كذا. اوكي لا يسووا سكيب بسرعة. هذا شيء كويس ان شاء الله انه ما اطيح في ناس توكسيك وكذا. الله والله العظيم مش ممكن، مش ممكن اللعب 3-0. يا رب نستمر على كذا، يا رب مجلدونا. انت تكفى خوي، خوي ما موجود. اوكي روح قولك. لا تستهبل، تكفى. والله اني داري الوه يا ساتر. جبت العيد، جبت العيد بالصدة. مفروض اني ما صدها زي كذا، زي اللي مسكت الكورة. اوكي هذا اللي ما حسبنا حسابه، قولين ورا بعض. تكفى روح، تكفى. الله عليك، نايس شوت. والله العظيم اسطورة. اي يا شيخ ما في الا انا اتكلم يسار، نايس شوت. بس يعني انا ابغى اعزز. روح، ايوه حلوه. دبل، لا او ماي جاد، والله العظيم قهر. المفروض اني ما اضغط مثلث الشوت اللي قبل شوي، قسم بالله كان يمديني اصدها بس لو طرت زي الناس. لا والله طقه ما ادري شلون. مش تكفى يا اخي، مش لي والله حرام، ما في تفاهم. في سيد خوينا. اوكي نايس شوت. يو ساتر، لا 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 يا الله. انا ودي خوينا بس يرجع شوي يعني، اذا بغيته قدام ما لقيته. هو ما قصر من ناحيه لعب، يعرف يلعب بس نكبني شويتين يعني، قاعد ادافع حالي. نقشت، يلا تكفى. اوكي ما ادري جول هذه ولا فوق العارضه. حلوه، انا ما ادري خوينا بيطقها. جربي تكفى. الله جاب العيد، لا ما جاب العيد الثاني، توقعت بيجي بعيد. ايوه يا ساتر،
حبيتها منك يا اخوي، انا ما حبيتها. مو بهدف بس خوينا تكفى، ركب على طول، تكفى تكفى، روح روح يا شيخ. الله حماسك ما له داعي يا خوي، تكفى يا الله. هدف، لا والله كانت جنب العارضة، والله ضاغطين بضغط وبصاحيك طعم الجيم. اقسم بالله العظيم كذ يا اخي، شلون ما طقيتها في ذي اللحظه؟ شلون ابغى اشوف شلون ما طقيتها. خوينا جايب العيد بالدفاع، قسم بالله العظيم قاعد ادافع لحالي بالاوفر تايم، لعبه كويس وكل شيء. هذا نفسه اللي قبل شوي، تصدقون والله ما ادري، هذا معنا في الجيم قبل شوي بس ما ادري هذا اللي ضدنا ولا كان معي. اوكي نشوت جريت باس يا شيخ، صراحة لا والله ليم. روح الله عليه، جريت باس والله، جريت باس يا عيني يا شيخ. اللي فهمني ما قدر يجيب هدف، قال بشوتها بس ابعدها عن الحارس، هذا اللي صار. اوه ماي جاد، لا تروح لا تروح لا تروح يا خوي. اوكي كنا رحنا مع بعض، واحد صده واحد طقه بالعارضه، واحد مين بلاحظ خايس. اوكي لا 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 سكورت. الو وصل النت تعي، الله يقلب ليس النت يا شيخ، مو بوقتك يا شيخ مو بوقتك. لقيت ابو كاب لاني عربي. الو ايش في نتي؟ خوينا جاب هدف، اسطوره اسطوره، نايس شوت. ليش بنقي كذا ليه؟ ان شاء الله يمدينا نفوز باذن الله. يا الله قهرني النت، والله قهرني. يا الله الجيم اللي يغبن، اقسم بالله اني يغبن. لا يا خوي ما تشطف، وين رايح؟ اوكي يا عيني يا شيخ، اشطف اشطف مره ثانيه اشطف. يا ساتر الجيم، هذا اقدر اقوله، اعوذ بالله الجيم يا ساتر. نعطيه جيم اخير يا رب نرقى للتشامبيون 1 ديفيجن 2 يا رب يا كريم، مع اننا خسرانين ما اتوقع ان نرقى، لكن ان شاء الله بنرقى باذن الله. يا الله تكفى خوي، والله لا انت موجود اقسم بالله. صور يا خوي، يلا ذولي صعبين شوي. قولك يا خوي صدها، نايس شوت. في ناس كثيرين يقولون ليش السلسله مطوله ذا الدرجه، يعني لان قاعدين نطور لعبنا مع الوقت، فتطوير اللعب يعتمد على انك تلعب كثير. او ماي جاد والله العظيم قهر، اني فاهم انه بينقشها بس ما ادري شلون ما انطقت الكوره هنا. اوكي قاعد يتجاكرون مع بعض، حلو ماخذ البوست هو. الحمد لله اني فكيتهم. لا حلو يا الخشه يا خوي. شي حقد يا خوي، لا لازم تجيب هدف، تكفى لا تروح يا خوي، تكفى تكفى لا تنجر، تكفى. روح الله عليك، تصدمني اصدمك في الوقت المناسب، الحمد لله. ابغى اصدمه من زمان والله، والله اني ابغى اصدمه من زمان، قهرني في ذيك الصدمه. يجي لاست جيم الحين، لاست جيم شوف الحين، يا رب ان ديفيجن 2 يا رب، والله طولنا والله. يس ديفيجن 2 تشامبيون 1 ديفيجن 2، يلا طريق للتشامبيون 2 والتشامبيون 3 جراند تشامبيون، يعني كذا حركات. تكفى نايس شوت كلوز 1
يا ساتر. اوف ما ادري شلون الكره وقفت. والله ما اقدر ما اقدر لعبها صح. قام يطير، شوفوا كيف تحكم الكره مو طبيعي. ايوه جول يا عيني. مناوله كانت صح بس خويه ما فهمها. والله لخمني بمناولة سريعة وما توقعته، وذا متجهز يحتري الاسست من خوية، بس انا توقعت انه بيبعدها بعيد الجهة الثانية. اوكي اسست فجأة سبحان الله. يا الحظ والله حظ مخيس. تكفى يا خوي. نايس شوت. آه توقعت بيسويها في الحركة اللي نطيت فيها، توقعت انه بسوي فليك. شوفوا كيف نطيت انا بس ميلها يسار. راح الجيم خلينا نشوف في الرانك. راح ما اقدر العب زيادة. هذا كان عندنا اليوم بوستين خسارتين، يعني ما تحركنا ولا حركة. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات هل تبون اجيكم في المقطع الجاي وانا موصل تشامبيون 1 ديفيجن 2 واكمل، ولا تبون نكمل على كذا؟ فاكتبوا لنا تحت في الكومنتات ويعطيكم العافية على المشاهدة. ان شاء الله استمتعتوا. بس هذا كان مقطع اليوم، اشوفكم على خير. سلام.